السلام عليكم. اليوم حابين نتكلم على التهيئة الخارجية اللي راهي ناقصة كتير كتير، وحبيت نعطي بعض الاقتراحات للمسؤولين على أعلى مستوى، لأن القضية هي أصبحت قضية سياسية، لأن المشكل هذا لازم يتدرس على مستوى البرلمان. ولازم علاش لازم يتدرس على مستوى البرلمان؟ لأنه إذا حبينا نمد فعالية لازم نخصص ميزانية كيما نقولوا حنا على مستوى المهمه. ما لازمش نبقى نبريكولي وندير حلول ترقيعيه، وهذيك العقليه تاع ندير تزيين المحيط باستعمال الحملات التطوعيه، هذه عقليه قديمه نتاع كانت في العهد الاشتراكيه. الان ما بقاتش ندير تشجير بالحملات التطوعيه، وندير النظافة بالحملات التطوعية، وندير الصيانة بالحملات التطوعية. هذه خلاص انتهت مع انتهاء عهد الاشتراكية. الآن إذا حبينا أن نغير المحيط ونحسنه وندير تهيئة عمرانية على المستوى، لازم نوضع ميزانية على حسب المهمة هذه، ولازم تكون فيه إمكانيات كبيرة، ويكون ان سيستم، تكون شركات خاصه. لازم الشباب هذا يستثمر في شركات نتاع التنظيف ونتاع التهيئه الحضاريه ونتاع التهيئه العمرانيه ونتاع النظافه ونتاع لو فيرديسمون نتاع البيزاجيزم. اذا كل هذه الجوانب الهامه في ما يسمى بالتسهيل العمراني او لا جيستيون اوربان لازم تأخذ بين الاعتبار على أعلى مستوى. لازم نخلقوا يعني ميزانية كبيرة عند أو نيفو على مستوى البلديات، به ناخذ يعني بعيد عن عين يعني بجدية هذا المسائل تاع التهيئة العمرانية. وأنا كمهندس في هذا الميدان وعندي تجربة كبيرة، وحيث يعني منذ أن نشأت هذه القناة، هذه أكثر من تقريب 4 سنوات، اكتشفت يعني أمور كثيرة وتعلمت أمور كثيرة، وتجربتي في يعني تعاملي مع المشاريع هذه ومع المتتبعين تاع القناة. الآن تيقنت وعندي قناعة راسخة أنه إذا حبينا التغيير لابد نحط ميزانية كبيرة على الدولة الآن أن يحبسوا من البناء السكنات وبرامج السكنية لمدة عام، وأن تحول كل الأموال إلى التهيئة نتاع الطرقات والأرصفة والتشجيع على حواف الطرقات والاعتناء بالحدائق، ويعني على كل ما هذا، ورفع القاذورات وتخصيص أماكن لتفريغ القاذورات. ويعني لابد علينا أن نهتم يعني كدولة كمؤسسات يعني التهيئة الخارجية والصورة اللي نمتها لأنفسنا قبل ما نمتها للخارج. لابد علينا أن الدولة تحط بكل ثقلها به يعني السكنات، السكان يكملوا السكنات تاعهم. مثلا كنت البنايات لازم تنتهي الاشغال بها خارجيا، وكذلك لازم نقوي الانظمه والمؤسسات اللي تعمل في هذا الميدان من العنصر البشري. لازم نوظف مهندسين ومعماريين وأصحاب العلوم الاجتماعية وما إلى ذلك، كل الكفاءات يعني نوظفها في هذا الميدان، لأنه أصبحت يعني قضية المحيط قضية التهيئة العمرانية، قضية هي أصبحت يعني ملحة كثير، يعني هذه عندها أثر كبير على النفسية تاع المواطن. عندما يكون المحيط مريح وتكون يعني الشوارع واسعة ونظيفة، وتكون فيها يعني أرصفة
عريضة وتكون فيه الإضاءة جميلة والعمارات كلها يعني مسبوغة بالطالع يعني ما تبان جيدة، ويعني كل هذه الأمور عندها دور كبير تلعب دور كبير على نفسية المواطن ونفسية الإنسان. لا بد على الدولة أن تنقص من السكنات حتى ولو لفترة معينة لفترة عام، تحبس كل البرامج، تكمل البرامج اللي راهي فيها لكن تحبس من برمجة نتاع السكنات الجديدة، تخلي الخواص تبني. نقدر ندير الدولة تقدر تدير مرافقة، ترافق يعني المواطنين اللي حاب يبني، تكون عنده يتسهل الولوج الى يعني الى شراء قطعة ارض، ويقدر الدولة ترافقه في قضية البناء يعني من ناحية تاع لو بيرمي دو كونستروير، من ناحية الشكل تاع البناية لارشيتكتور، من ناحية المطابقة نتاع الأشغال لازم يكون فيه مهندس يتابع الأشغال. هذه كلها الدولة لازم ترافق لي زوتو كونستركتور اللي يبنيو الآخر، وكذلك لازم ترافق المطورين العقاريين، تعطي لهم أكثر مشاريع أكثر، وتكون مشاريع مهيكلة داخل مجمعات سكنية ولا داخل يعني تكون بصفة أحياء، تكون متكاملة بين فيما بعضها، ما تكونش باطيمة هنا وباطيمة لهيه وباطيمة في الجبل لهيه وباطيمة الجبل اللي تحت هنا. لا، لازم تكون فيه يكون فيه تنسيق عمراني على حسب مخطط، يعني مخطط يكون مهيئ مسبقا، un plan d'occupation de sol, un plan d'aménagement du territoire, un plan فيه مؤسسات تعمل، وفيه مكاتب تابعة للدولة وتابعة للدائرة وتابعة للبلديات تعمل في هذا الميدان. لازم يكون فيه تنسيق، والمرقي العقاري ياخذ الوعاء تاعو ويبني حسب دفتر الشروط اللي تكون مهيئه مسبقا. وهذا هو الدوله تحبس من بناء نتاع السكنات على الاقل لمده عام او عامين، وتهتم بالامور تاع لي سباسون كوما الخاص، شركه او مواطن ما يقدرش يبني طريطوار، ما يقدرش يروح يبني الطريق، ما يقدرش يروح يبني الحديقة، ما يقدرش يروح يفرض الاحترام تاع القوانين تاع العمران. هذا مهمة تاع الدولة. إذن على الدولة أن تهتم أكثر بكل ما هو عام وكوما، يخص ليزيسباس بيبليك ليزيسباس كوما، هذو لا هما على عاتق الدولة، وهي اللي لازم تلعب الدور تاعها في هذا الميدان، واللي أصبح مليح يعني أكثر من أي وقت مضى. لابد على الدولة أن تنقص المجهود تاعها في بناء السكنات، وتهتم أكثر بالمحيط والتشجير، حتى ولو نجلب أشجار من دول إفريقية نقدر نستورد أشجار، أنواع من الأشجار نشريهم ونعود نغرسهم هنا. نقدر نطور الشركات في ميدان التشجير، الاربوريكولتور، سكون ابل الاربوريكولتور. لازم يكون مستثمرين يجوا يستثمروا في يعني زراعه الاشجار التزيينيه، مش الاشجار المثمره، الاشجار اللي تزين المدن. نشوفوها في كل مدن العالم، عندهم شجرات رائعه هائله في كل مكان، وحتى المدن الجديده يعني في يعني نروحوا لآسيا ولا كاين كثير مدن جديده كثيره عندها كما نقولوا حنايا تغرس اشجار جديده ويعني وكبيره، وما نبقاوش غير في النخل نخل نخل نخل، ونشروا الاشجار كما نشريوا البطاطا، نشريوا نستورد المايونيز، ونستورد الاشياء ما فيهاش فايده، نستورد الالعاب تاع الاطفال المضره بالطبيعه، ونستورد اشجار. سيدي نروح نشوف الدول اللي عندها اشجار كثيره كما الدول في افريقيا، ولا كما الغابون ولا الكاميرون ولا كينيا، ولا عندهم غابات لا تنتهي. نشري اشجار، من نروح نشوف دول اخرى نشوف اشجار اللي تناسب، نكون مهندسين في المدارس، في المهندسين نكونهم يعني في الجامعات في الكليات،
نكونوهم في ميدان التشجير، كيف ننقلوا شجرة من مكان إلى آخر، كيف نعتنوا بشجرة، كيف نديروا الكلوناج تاع الأشجار، كيف نقوي الكمية نتاع الأشجار، نقدروا ناخذوا يعني الأنواع نتاع من الجارلانديسي نعاود نطوروهم، نعاود نغرسوهم في أماكن أخرى. ناخذ امثله على يعني الحدائق الرائعه اللي عندنا، مثلا كيما جاردان دي سي، ولا كاين جاردان لندن في بسكره، يعني كاين جاردان في 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 سكيكدا او في مدن اخرى، عندنا حدائق رائعه ممكن ناخذ المثال عليها ونعاود نبني كيما حدائق بهذاك النوع في اماكن اخرى، في المدن الجديده، في الاحياء الجديده. لازم نطور النمط العمراني، نهتم بالنمط العمراني، نبدع في أنماط أخرى غير الأنماط اللي اعتدناها حاليا. ممكن يعني نروح في البناء الأفقي، نبني فيلل، نبني أحياء تاع فيلل، ندير لافيابيليزاسيون تاع الأراضي، نخرج على المدن الكبرى ونروح للضواحي وندير لا فيابيليزاسيون نتاع الاراضي، ونوزع لي لو تيران، نخلق دي لو ونوزع للناس باسعار مش باطل، مش غالي بزاف ومش رخيص بزاف، نخلي نمد يعني نسهل للناس باه تقدر تبني روحها. اترككم في رعايه الله، وحفظه، والسلام عليكم.